ما حكم الزوج الذي لا يعمل بدون داعي؟ ومن أين يعيش يا مريم بنت عمر؟ هو لا يعمل لكن كيف يأكل وكيف يشرب؟ هل يتسول؟ إذا كان يتسول فرب العزة يقول في كتابه الكريم عفوا النبي عليه السلام يقول لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة في وجهه مزعة لحم، ويقول كذلك والله لئن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي يسأل الناس إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. وأيضا الله قال في شأن أهل الإيمان المستحقين للصدقات لا يسألون الناس إلحافا، قال في الزكوات لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وفي رواية ولا لقوي مكتسب.